يعني الولايات المتحدة الأمريكية هي لا تريد انتخابات مبكرة، تريد طيب أن يستمر السيد مصطفى الكاظمي، لأن لديها مشروع في البداية، مشروع جر العراق إلى فوضى. وتلاحظ يعني منذ اندلاع ما يسمى بهذه المظاهرات غير العفوية في تشرين الماضي من العام الماضي، كان هنالك مخطط واضح لجر العراقيين إلى اقتتال، خصوصا الشيعة مع الشيعة، وحتى جر مؤسسات الدولة الأمنية إلى اقتتال كالحشد الشعبي وجهاز مكافحة الإرهاب، وهو هذه أيضا حاول أن يقوم بها السيد مصطفى الكاظمي في عملية البعيثة التي حاول أن يجر أو يتهم كتائب حزب الله بأشياء لم تفعلها، وتعرف هذه القضية أيضا نعم. يمكن التفصيل بشأنها. طيب وبالنتيجة يعني جر العراق إلى انقسام و إيجاد الفوضى التي تؤدي إلى التقسيم. السنة أيضا راح يطالبون بتقسيم بإقليمين على الأقل. الأكراد الآن فرصة مواتية، قبل كانوا يخشون إيران ويخشون تركيا في موضوع الانفصال، الآن إذا وصل العراق إلى الفوضى، وانت لاحظت حتى جون بولتن كان يتحدث بكل صراحة، مستشار الرئيس الأمريكي السابق المخلوع، تحدث بصراحة عن مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية في موضوع التقسيم، والتقسيم أيضا من متبنيات جو بايدن أحد أبرز المرشحين المنافسين في الرئاسة الأمريكية.